على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى عليه. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين. باب أدنى ما يتزود الرجل عليه المرأة. به قال أخبرنا حد وبه قال أخبرنا مالك قال حدثنا حميد الثقيل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صبرة، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: وزن نبات من ذهب. قال: أول ولو بشاة. قال محمد: بكذا نأخذ أدنى المهر 10 دراهم ما تقطع فيه اليد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.